طيب انا قبل 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 سوق العمل يا استاذ وليد عايز اطرح على حضرتك فكره او خاطر كده جالي يعني فكره ان احنا دايما بنقارن نفسنا ببره شوف الصحه بره عامله ازاي شوف التعليم عامل شوف لما نيجي عند التعليم يقولك شوف بره بيتعلموا ازاي ومدارسهم ومناهجهم اللي بيجا... واحنا مناهجنا معرفش مال لما تيجي تطور المناهج وتخليها بمستوى المناهج ال... ال... الدوليه اللي بتدرس بتجي... هنا في مصر بمئات الالاف من الجنيهات ومش كل الناس تقدر تدخل اولادها تعليم دولي لما يتوفر في التعليم الحكومي تقول له لا ده صعب شوف انت كل ما بيجي عمليه تطوير انت بتنادي بالتطوير ثم تقف في يعني جديد شديد آه. ضد اي عمليه تطوير ده رقم واحد، يعني مثلا عندك الفكره بتاعت وزاره التربيه والتعليم عامله منصه رائعه على قناه مدرستنا على يوتيوب بسم. هذه المنصه <applause> هي فعل انت بتعلم الطالب بيدخل يتجادل مع نفسه ويتداول هذه المنصه فعلا فعلا رائعه وده منهج جديد زي بالظبط طرق التد... التعليم المتداول عليها او اللي انت كنت بتنادي عليها. هذه المنصه يا عمرو متوسط المشاهدات 4000 مشاهده. في <applause> آه الافلام اللي انتاج ديسكفري برضو اللي بتعملها وزاره التربيه والتعليم وبتعمل تمثيليه ومحاكاه وولد قاعد مع جده وجده في المعمل وبيعمل وبيديك العلوم من خلال هذه المشاهد وبيوصل وبي... وبيعمل جدل وبيعمل برسالة محببة جدا للطفل آلاف مشاهدة 6000 آلاف ده الناس اللي عندها وعي بقيمة المادة العلمية والتطور ده اللي بيحصل في ناس تقول لك أصل الوزارة ما قالش لا الوزارة قالت والوزير تكلم والمدارس بتتكلم ولكن ضمن المحاور اللي انت بتواجهها او ضمن المحاولات اللي انت بتواجهها في الجهه المضاده هي لوبي كبير في عمر قائم اساسه على اساس دخله على مساله منظوم مش هقول منظومه الدروس الخصوصيه لكن هي منظومه التعليم ان تبقى منظومه التعليم كما هي لانه يتربح منها او حضرتك شايف ان في افشال لاي محاوله لتطوير التعليم؟ انا شايف ان في من يتعمد ان يبقى التعليم كما هو لانه هو ده استثمار أكل من رقم واحد الكتب الخارجيه يعني انت لما تيجي تعمل قناه على يوتيوب مجانا للجميع وانا بعمل كتاب خارجي بكسب فيه في السنه اكيد بالضروره انا هبقى او عندي, عندي سنتر عندي بكسب منه عندي ملايين سنتر يعني فبالضروره اكيد انا هكون شايف ان الفتحه اللي موجوده على للجميع دي مش في مصلحتي الشيء الثاني انك انت عندك الاسره الحقيقه غير انها مش عارفه نقط لما تريده من تطوير التعليم او ما المقصود او ما تقصده من تطوير التعليم الاسر بتساهم بنسبه كبيره في استهداف الراي العام دون محاولات استهداف الراي العام دون ان تدري وبالدليل ان عندك جروبات المامز او او يعني كل معظم هذه الـ يعني الـ الاتجاهات اللي هي بتبين لنا الناس بتفكر ازاي، معظم هذه الاتجاهات بتتكلم على ان العمليه التطوير يعني كانها لم تكن. ان الطفل مستهدف وكان وزاره التربيه والتعليم او كان الدوله تعمل على استهداف الطفل والضغط عليه مزيد من الضغط، طب تيجي تسال وليه الامر يعني ايه تطوير التعليم؟ ما عندوش اجابه. طب عاوز ابنك يتعلم ازاي؟ ما عندوش اجابه، في حين يا ان يعني لما بيروح يتعلم في جي سي اي او امريكان دبلوم او باك فرنسي او ايه الطفل ما عندوش ولا أولي امر عنده قدره على انه يقول انا مش عاجبني هذا التعليم ما فيش لا جدا. يمكن ما في المنهج بيتاخد هو هو شربه وبعدين م? الابهات او الاباء اللي بيقولوا اصل المناهج دي صعبه جدا لا. وحرك بتروح تعرف تروح تتكلم على المدرسه تقول لهم المحتوى ده ماله ولا الدرس ماله ولا حاجه اسمها كده ابدا تتكلم وبعدين في الطالب هي ده انت عشان ده انت بتقول ده هو ده التعليم المحترم، يا اخي ده انا الدولة جابت لك التعليم المحترم ده عندك وعاوزة تديهولك وعاوزة تعلم ابنك عليه. لماذا ترفضه؟ كيف يعني تساهم في محاولات ممنهجة لإشاعة الأزمة في هذا القطاع الكبير بلا دراية؟ يعني بلا أن يعني حتى تمسك أدوات أو تفاصيل إن واحد اتنين تلاتة. صحيح طيب اسالك نخرج لفاصل سريع ونرجع معايا بعض التعليقات اللي عايز اعرضها عليك من ما كتبوا الناس على السوشيال ميديا فيما يتعلق بتطوير التعليم